والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، كأن هذا الذنب صاير في حالة غفلة. الإنسان الذي يذكر الله يستحضر عظمة الله، يستحضر الجنة والنار، هذا كلش بعيد أن يقدم على المعصية. الإنسان عندما يقدم على المعصية يقدم وهو غافل عن الله سبحانه وتعالى. هسه الإنسان تورط، سوى معصية من المعاصي، الإنسان المتقي ذكر الله، هذه صفات المتقين، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، الشاهد في هذه الكلمة ولم يصروا على ما فعلوا، كأنه أكو في الآية نوع من التقابل بين مفهوم التوبة ومفهوم الإصرار. أحياناً واحد يسوي ذنب بعدين يتذكر ويستغفر ويتوب، وأحياناً لا، يستمر في الذنب، في البيت يسوي الذنب، في الدكان يسوي الذنب، عندما يجي للديوانية يسوي الذنب، مصر على هذا الذنب، الصبح يسوي هذا الذنب، الظهر يسوي هذا الذنب، بالليل يسوي هذا الذنب، هذه حالة إصرار، هذا الإصرار على الذنب من الأشياء الخطيرة. ولم يصروا على ما فعلوا، موقف التوبة والاستغفار وموقف الإصرار، أمران متقابلان.